بسم الله. وحنا نقرأ تراي سكرايدس وحنا نقول جرنا أوليغو سكرايد أوليغو سكرايد مركا وحنا نقرأ قاني أن كسو قانا لهم سيدا حن كسو قاني كو وحنا كسو قاني أن تراي سكرايد وان سواء خاني والله ما نسكرايد وسكو لغن وكو كو بيني هاي الله وحنا سو قاني تراي سكرايدس وسيدا حمو نسكرايد وسكو لغن أفر وحنا كسو قاني محي سيدا حناني وعن كسو قاينا تترا سكراديس انت سان كسو قاينا أوليغو سكراديس تترا سكراديس مكر تترا محلينا أفرواي سكراديس محلنا قاينا شوانا قاينا واي تعصوه معنا يتهي أفر مونو سكراديس وتكون لقوموا مكي بيلو قدرة أولاك القيبنا يمعقوك رقيب سمايا أفر حبوك رقيب سمايا ونكان قيحين محلينا هاي ليس الكربوهيريتس كوان وكربوهيريتس أم أوليغو سكراديس that can be quasi hydrolyzed kala qaybsama loo kala jibin karo meeqa loo kala jibinaya into four monosaccharides afar monosaccharide example waxaan saaru soo qaanay starch rose muxuu yahay tetra saccharide tetra saccharide waxa uu koobay marka afar monosaccharide ku koobay hadii bi lagu daro oo hydrolyze lagu sameeyo maxaa soo baxay afar كو محاوي كلوكوس او مونوسكريد ده لو محاوي فركتوس سدح محاوي جالاكتوس او لو حبه كاكاو لو كاكاو سمركيس لو جالاكتوس هل فركتوس يا كلوكوس انا ما انتر مونوسكريد ده ايو كوكوي هي معدن يا محاوي ستارجي روس وانا تترا سكرايدس كربوهيدرات ممكن ما قا كل قسم ده حسي وعن كلا قيبني مونوسكريدس هي اوليغوسكريدس هي بولسكريدس monosaccharide soo kala qaybinay waan qaxnay waxa soo baxay oligo hadoon dhamaaday bool yaan gelin ama bool saccharides ariga bool baan qaan dhamaantay bool ma hadana min samane or mu wax badan ma bool saccharides wa man monosaccharide join together wa am hukoy monosaccharide aad u farabadan wa bugan xulee bool saccharides ku ar carbohydrate wa carbohydrate carbohydrate ma ku shaqne wax xasan dhamaantay carbohydrate waxa dhijirna maxay بولهيركسيكيتو على الهيد مركا بولهيركسيكيتو على الهيد كربوهيريد وكربوهيريد ده جيف كواسون سيناية لارج نمبر تيرا ادو فربان او مونوسكريد ابا غوربان سيناية اون هيدرولايز مكان هيدرولايز كسمينو مركا فالقلقة بي كودرتان كسمينو example of بولهيركسيكيتو كوحكم ياريلي استارج سيلوس ايو غلاكوجين حكا حب حكوية انت شو مليون او كلوكوز كوكوين هوا ام بقولها كلوكوز واقعي تان كيسي والتاليسي فاكشن اوف كربوهيدرات ما شقال ما قبط كربوهيدرات دي كان ما قبطا لا بقول ما كوكوين لا كو فربدين كربوهيدرات وحري اكت اس وحو مثلا ذا ميجر سورس ايش وين اوف انرجي اي تمر لا هلا يا تمر كده اني مارس حيوانات انا هيومن بينكس يو بني ادم بلادنك يا حيوان هذا ماشي أقوبة إن الجكين حقيقة كربوهيدرات أما كشقي سقوبة محيطها وإن الجكين فوق يسعونه تمر عن كهرمان كربوهيدرات بعد أكتر السوق اللي في مثلا فوت السيرف عن هذا كيت كا أوف بالانس لتا لتو حليل عن كيت اللي هذا عن هذا سوى كربوهيدرات ما عليه قانون محليل هذا ستارج عليه هذا وأنا بقول هذا و بقول سكرد an animalis animal ku cunada ay keesaan jirka u keesaan maxaa wa galagujin ay u nahay wa carbohydrate marka labada qodobad ugu weyn jirka oo aan ka faa'iideyno ama shaqada carbohydrate hata koow in xayawaanada iyo bilaadanka ay keenaan tamarta soo kale cunada keedka ay keesaan dhirta la yiraado starch inay tahay carbohydrate faa'iido wa animal ka yiraahdo galagujin cunada ay keesaan labada shaqo ayaan ka soo qaadinayna carbohydrates ماشي سنة وحنا أول ما هذه كربوهيدرات وام. مركا أفر حبا برينا هني بايو كيم السريجة أفر بايو من كل وام. كوه حنا أنا كربوهيدرات لو حنا وها بروتين. بروتين عندنا مركا بروتين محلي هذا. هاكا وحنا قرن بروتين مركا سينس كأنجوا محلي جرني. أما بقول لك أنا جوا حديني. بودي بدل فودس عنوين كجر كأنسة حجوا. قاب اسمه كجير كعنوين كدس أنا حديث جرني بروتينز هذا لايك وحنا وقهنا
as biochemistry as chemistry aan ku xigna waxa leeyahay buugaana protein proteinadu a polymer waa structure weyn of ka sameysan isaga waxa ka sameysan amino acid ismaadil yiraahdo protein hada waxaan ku xigna inay ka kooban yihiin amino acid fara badan isku tagay amino acid xariida qaxitaanka hoosna oo qorantay waxa beetaa with amino acid ka soo leh maxay very high more mass aad buu reesaad furuun marka hada protein aan qeexayno maxaan ku qeexnay proteinada waxay ka koobin yihiin maxaa wa amino acids taatan ka sabixin marka waxa u baahan inaan ogaano waxa yiraahdo maxay amino acid xariirada wuxuu sii raacay buugeena proteins proteinadu are the most abundant molecule biomolecule wa biomolecule ku badan afar biomolecule sameen carbohydrate protein lipid nucleic acid sameen kan ugu badan of living system ee noolaha laga helo biomolecule ku badan ee jirkeena laga helo ka waay protein waa marka protein kaas soo qaba hal source of proteins ilaah laga helo proteinka aan waxa yihiin waxa soo qaadna milka caanaha protein laga helo meat hilibka iyo fish kalluunka waa isla fahantaas marka proteinka qaxnay biomolecule ku badan iyo waan shaqnay meesha laga helo waan shaqnay erey marka waxa ku jira oo amino acids amino acids waxa marka aan kiimikooyinkan maxaa u naqaan maadooyinkan bal sayd laba qaxitaan meesha ku qornay amino acids ku wuxuu yiri waxa ku qaxi karnaa daarna monomer waa waxyaabaha yararka ah of protein protein kooban yahay monomer small unit to erey macna ya yidir yar ee uu ka kooban yahay proteinka aw xariirada amino acids ku xigta waxaan dhihi karaa building blocks waxyaabaha uu ka sameeyay ama ku dhisay proteinka waxa dhinaca ah amino acids marka proteinku uu weyn yahay waxa uu ka sameeyay yahay asaga waa maxay amino acids amino acids ka hadan ka u baahan waa kana marka in chemistry ahaan maxuu yiri amino acids amino acid ka acidsku can also be defined soo kale waxaan ku qeexi karnaa maxaan qeexi karnaa as inay yihiin organic compound isku dhis organic ah haye which contain isku dhiskaas laga helo maadada laga helo maxay amino oo amide ah NH2 waa isku dhis ka sameysan amide and soo kale waxay ka sameysan carboxyl group carboxyl aan noqona as labo waxay u taageen functional group ku xishqeynaysa marka amine asna la weydiiyo waa kiim ka kooban amide iyo carboxyl alena the general formula qaadiga guud of amino acid qaadiga guud kana kan waxaan aan maxay amine group amine kan maxay maxay carboxyl kan maxay dhinaca waa alpha carbon carbon waa kan kan maxaa waa available r oo meesha ka tirgaray amino acid marka amino acid wuxuu ka kooban yahay amine group alpha carbon aha ee maxay iyo carboxyl group calaamada amino acid waa kana halkaan ka falgalay halkaan ku duwayeen amino acid r mesh ka falgalay waa alkyl group waa mesh waxa ka baxnay hor dhac yar ku saabsan waxa amino acid qaxitaankiisa waxa uu yahay iyo general formula of amino acids.